مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم من شاشة قناة الفلوجة لمواكبة آخر التطورات الحاصلة الآن هذه الساعة في المشهد الأمني، ولا سيما على أبواب المنطقة الخضراء التي تشهد اقتحاما من قبل المتظاهرين. هذا الاقتحام وصل إلى قاعة مجلس النواب. الآن مواقع التواصل الاجتماعي وإجروبات الواتساب والفايبر يعني تتداول صور دخول المعتصمين إلى قاعة مجلس النواب، قاعة السلطة التشريعية، هذا في داخل مجلس النواب. هناك أيضا مشهد آخر متداول في داخل مجلس النواب بأن يعني هناك اقتحام حتى لصالات الضيافة مع بعض التكسير الحاصل في هذه الممتلكات. في خارج مجلس النواب هناك مشاهد عن سقوط للحواجز الكونكريتية التي تحيط المنطقة الخضراء من كل جانب، ومشاهد أخرى تنقل احتجاز النائب عمار طعبة عن حزب الفضيلة من قبل النواب بعد أن حاول التفاهم معهم. مشهد آخر يتحدث عن تكسير لسيارات النواب ولمواكبهم. المشهد أيضا يتحدث عن انعدام أي وجود أمني للمناطق التي يدخلها المعتصمون أو المتظاهرون عفوا. يعني الكثير من الأنباء المتداولة قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي، على مواقع إخبارية مهمة ومعتمدة. الآن يعني الصور التي تأتي كلها تتحدث ضمن هذا السياق، بغض النظر عن طبيعة التفاصيل إن كان البعض يعني يعتبرها تأويلا، ولكن المشهد الأمني معقد للغاية. يعني الآن الحالة السياسية في العراق كلها باتت مهددة، لأن المعتصمين أو المتظاهرين ممن كانوا في خارج المنطقة الخضراء الآن باتوا في داخل مجلس النواب وليس في داخل المنطقة الخضراء، وبالتالي ينبئ الوضع عن تطور رهيب ومخيف في الساعات المقبلة، على اعتبار بأننا يعني لم ندخل إلى منزل أو إلى منطقة، وإنما دخلنا إلى منطقة الحكم ومنطقة إدارة الدولة، منطقة إقامة النواب، منطقة السفارات. وهذه المناطق هي منذ أن تأسست في عام 2003 وحتى قبلها هي خطوط حمراء على المواطنين، الآن تقتحم ويعني يدار أمنها وتدار مفاصلها ومحتوياتها من قبل مواطنين غاضبين على الحالة الإصلاحية وعلى فشل مجلس النواب في تسمية الوزراء. الآن نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذه الصور التي تأتينا مباشرة من الإعلام الرسمي لتنقل يعني الحالة الأمنية في تلك المنطقة. لا يخفى عليكم بأن مجمل هذه التطورات جاءت بعد الكلمة التي أدلى بها السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، يعني بعث يعني عدة رسائل من خلالها ربما توحي بأن ما جرى هو واحدة من مخرجات كلمة السيد مقتدى الصدر. الآن معنا عبر الهاتف الدكتور نزار السامرائي المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. دكتور نزار، كيف تتابع يعني الحالة الأمنية في أعتاب مجلس النواب، أعتاب المنطقة الخضراء مع اقتحامها من قبل المعتصمين، وإلى أي درجة تعتقد أن لها علاقة بما تحدث به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. حياك يا سيدي. مقتدى الصدر لم يفهم منه كثيرون ماذا أراد. هل أراد أن يبرئ ذمته ويعتكف اعتكافا دينيا واعتكافا سياسيا؟ لا أحد يدري في ذلك. ما طرحه مجموعة تناقضات ومحاولات للتنصل عن الوعود والتعهدات التي كان قد أطلقها وأعطى فيها سقوفا زمنية محددة وواضحة لا تقبل التأويل ولا تقبل. طيب عفوا دكتور، يعني حتى يعني أيضا ندخل أو نكون ابتداء قبل أن نحلل مضمون المضمون السياسي لكلمة زعيم التيار الصدري. يعني أغلب المواقع الإخبارية تتحدث بأن اللجان المنظمة لاعتصامات الجماهير بقيادة التيار الصدري هي من أمرت تلك الجماهير
بدخول المنطقة الخضراء. وبالتالي هنا جاء سؤال العلاقة بين يعني ما ذكره سيد مقتدى الصدر مع أوامر اقتحام المنطقة الخضراء. يمكن أن يكون ذلك صحيحا، ولكن هل يستطيع أعضاء اللجان التنظيمية للتيار الصدري السيطرة على أو ضبط نهايات سلوك كل الأفراد الذين دخلوا إلى مجلس النواب؟ هل كان من ضمن التعليمات العبث بممتلكات الشعب العراقي، سواء كان هذا المجلس يمثل الشعب أو لا يمثله، ولكنها ممتلكات للدولة، ممتلك أموال عامة؟ هل استطاع أحد أن يعطي هؤلاء أو يعطي هؤلاء تعليمات مشددة بشأن المحافظة على هذا وعدم المحافظة على ذاك؟ هل يمكن أن نبرر هذا السلوك الذي يعكس نفسية عراقية بطبيعتها متوجهة ضد المال العام وتحاول العبث به وحصل ذلك؟ ملاحظة مهمة دكتور، يعني ما تتفضل به يعني أن تربط السلوكيات الحاصلة الآن من اقتحام وتحطيم للممتلكات العامة مع مطالب الإصلاح، حقيقة يعني مقاربة تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى نقاش. ابقى معي دكتور نزار، دعني أسمع معلومة ربما جديدة من مراسلنا في بغداد فراس الدليمي. فراس، لك الكلمة الآن، ما الجديد؟ طيب 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 حبيبي فراس أنت الآن على الهواء مباشرة. فراس تسمعني؟ فراس الشباب فراس جاهز يا شباب؟ طيب عودوا الاتصال مرة أخرى بفراس. دكتور نزار، يعني تتفضل بإكمال الفكرة التي بدأتها. معذرة. زيد، كما قلت لك بأن أعضاء من النواب المعتصمين كانوا قد عبثوا بممتلكات مجلس النواب وهي أجهزة الاتصالات، وقاموا بأعمال لا صلة لها بخطوة الاعتصام كهدف سياسي معلن للدفاع عن مطالب الشعب العراقي. هل يجوز أن نربط بين مطالب تتعلق بإصلاح سياسي شامل وإعادة صياغة برنامج حكومي شامل وإعادة النظر بالدستور وموضوع المحاصصة الطائفية والعرقية، ونتحول إلى أناس يعبثون بأجهزة الاتصالات في مجلس النواب؟ هل يمكن أن نقبل أن الممتلكات العامة تتحول من نفس دعاة الإصلاح العام إلى عابثين في هذه الأجهزة؟ حسناً، إذا كان طيب النواب على هذه الدرجة من الاستخدام الممتلكات العامة. نعم دكتور، عفواً، الآن يعني هناك أنباء تتوارد عن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ما الذي يعني ذلك برأيك؟ يعني ذلك أن الأمر لأن الملف الأمني انفلت تماما ويحتاج إلى قوة لضبطه. أظن أن السلوك الجمعي للفرد العراقي لا يمكن التحكم به على الإطلاق، هذا ما كان ينتظر أن يقع، ولكن المماطلة من قبل الحكومة، من قبل مجلس النواب، من قبل الكتل السياسية الفاعلة، حتى من قبل مقتدى الصدر. الآن مقتدى الصدر لا يستطيع أن يتحكم بسلوك العناصر المحسوبة على تياره، هذا من جهة. من جهة أخرى التيار الصدري حاول أن يركب موجة شعبية طالبت بدولة مدنية. طيب، بدأت قبل شروعه بالتحرك بثمانية شهور. يعني الآن هناك نواب معتصمين، يعني هذا السؤال ليس حرصا على موضوع النواب، ولكن حرصا على استقراء المشهد بصورة عامة. هؤلاء النواب المعتصمون إذا ما تعرضوا إلى أي يعني أذى يتعلق بالضرب، يتعلق بالحجز، يتعلق ربما حتى بالقتل، هل يعني هناك يعني تبعية ومسؤولية قانونية لقيادة التظاهرات ومن تحدث عن أن يعني هناك توجيهات من قبل لجنة إدارة التظاهرات التابعة للتيار الصدري فيما يجري؟ لا شك أن المسؤولية الجنائية تقع على من أصدر التوجيهات والتعليمات، على الرغم من أن الأفراد الذين سيقوموا
يقومون بمثل هذه الأعمال يتحملون أيضا مسؤولية التنفيذ المباشر، بمعنى أن المخطط والموجه والمنفذ لا يمكن أن يعفى أحد منهم من المسؤولية الجنائية على الإطلاق. هذه مسؤولية سياسية وأخلاقية يتحملها الجميع، ولكن يتحملها بالدرجة الأساسية من أطلق العنف أو أطلق المشاعر الجماهيرية من عقالها من دون ترتيب ومن دون تنظيم. نحن نعرف أن العراقيين إذا ثاروا فإنهم يثورون على الحق والباطل. أنا شخصيا هذه وجهة نظري، وربما أختلف مع كثيرين بشأنها. العراقي حينما يثور فإنه يثور على الحق والباطل، ولا تجد حدودا توقف تصرفه مهما كانت السدود، فإنه يستطيع أن يقتحمها كسيل جارف. هذا السلوك. هذا دكتور نزار، الآن مكاتب الأمم المتحدة أيضا تعلن إغلاق مكاتبها في العراق نظرا لهذا الوضع. هل هذا يعني غياب، يعني وليس غياب إنما هو انفلات عام حاصل الآن؟ بالإمكان أن نثبت هذا المفهوم، انفلات وسقوط لربما أهم معالم وأدوات الدولة العراقية في هذا المسار. المنطقة الخضراء هي ليست منطقة حكومية فقط، هي منطقة السفارات الكبرى، منطقة سفارات عربية كثيرة، بمعنى أنها رمز مصغر لحكومة للعملية السياسية، وبالتالي يمكن أن نعتبرها بشكل أو بآخر رمز للحكومة. هذه المنطقة تحتضن السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية، وسبق لمقتدى الصدر أن قال بأن هاتين السفارتين إن لم تتعرضا بسلوك خاطئ أو سلوك استفزازي لعناصر التيار الصدري فإنه يتعهد بحمايتهما. حسنا، ماذا لو أن أحدا تصرف تصرفا لا يمكن التحكم بمن سيقف معه فيما بعد؟ هل يمكن أن تحصل مواجهات على مباني السفارات ويمكن أن تقتحم هذه السفارات الأمريكية وغيرها، أو مكتب الأمم المتحدة، سفارة المملكة العربية السعودية، سفارات أخرى الآن أظن أنها تعيش قلقا مشروعا من حالة الانفلات الأمني التي لا يستطيع لا جنديون ولا عسكريون ولا كل قوات أمن أو قوات حماية بغداد أن تفرض الأمن الآن، لأن ذلك سيعني سفك الدماء. سلوك الأفراد الذين اقتحموا مجلس النواب، ويمكن أن يكونوا قد احتجزوا بعض النواب، هؤلاء الآن ممكن أن يتحملوا مسؤولية عملهم، ولكن من أصدر لهم التوجيهات والأوامر أو لم يمنعهم من ذلك فإنه يتحمل مسؤولية أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور نزار السامرائي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان في هذه التغطية الخاصة. الآن معنا الأستاذ حمدي مصطفى، محلل سياسي من بغداد. أستاذ حمدي، تواردت أنباء أيضا، يعني الأمور بدأت تتفاعل أمنيا حتى في مؤسسات الدولة العسكرية. هناك خبر عن أن هناك قوة رئاسية ستدخل إلى المنطقة الخضراء قريبا، وهي تحمل أوامر إطلاق النار. ماذا يعني ذلك؟ نعم، الحقيقة هذه الأخبار متضاربة، لكن الذي أعلمه أن قيادة عمليات بغداد أعلنت حالة الطوارئ القصوى في بغداد، وحالة الطوارئ فيها الكثير من الاحتمالات، يعني التصدي للعمليات التخريبية بأي طريقة بما في ذلك إطلاق النار. بالإضافة لذلك، قيادة التيار الصدري طلبت من أنصارها إخلاء البرلمان فورا، إخلاء مبنى البرلمان فورا، وهذا يعني أن محاولات التهدئة قد تكون قد بدأت، أولا من قبل التيار الصدري بطلب من عناصره إخلاء البرلمان، لأن هذه العملية وهذه الصورة التي نراها الآن. هل صدرت هذه المناشدة، عفوا أستاذ حمزة، صدرت يعني مناشدة بإخلاء المنطقة الخضراء من قيادة التيار الصدري؟ نعم، صدرت مناشدة من قيادات التيار الصدري بإخلاء مبنى البرلمان فورا، وليس المنطقة الخضراء، مبنى البرلمان، بمعنى أن الاعتصام يجب أن يكون خارج داخل المنطقة الخضراء، ولكن خارج مجلس النواب بطريقة سلمية بدون تكسير أثاث والاعتداء على النواب مثل ما شاهدنا. ولكن أيضا العامل المهم الآخر هو إعلان حالة الطوارئ، هذا يعني أن القوة العسكرية الآن التي تحمي بغداد يعني ستكون مطلقة الصلاحيات في استخدام كل ما يلزم لتأمين الأمن في البلد، لأنه هذه المسألة لا يمكن ضبطها في حال استمرت هذه الجماهير
ولا احد يعرف ان هذه الجماهير الى اي حد منضبطه بالتوجيهات الصادره لها، وبالتالي يعني هذا السؤال المهم، هذا السؤال المهم. يعني ربما يعني هناك عناصر تابعه للتيار الصدري قد دخلت وتنضبط باوامر زعيم التيار الصدري، ولكن ماذا عن العوام الذين يعني لا يستمعون لكلمة أو يعني يأخذون أوامر من أحد؟ ألا تعتقد بأن استخدام الصلاحية العسكرية المتاحة في حالة الطوارئ ستعني أن هناك مواجهة ستحصل ربما داخل مجلس النواب؟ نعم، في حال انسحب كل المعتصمين خارج مبنى البرلمان ورابطوا أمامه، لم يكن هناك مبرر لإطلاق النار، فممكن تجري مفاوضات بين رفض منه وبين أعضاء البرلمان أو الحكومة. ولكن إذا بقي أناس يعملون عمليات تخريبية، ستكون هذه القوة ملزمة بالتعامل معهم ولو بالقوة، لأن هؤلاء مخربون ومندسون وليسوا من العناصر الذين يأتمرون بأوامر الصدر أو الأمور السلمية في الاعتصامات أو في التظاهرات. يعني الآن المتظاهرون يتجولون بموجب الأخبار العاجلة، يتجولون بسيارة النواب في داخل مجمع القادسية. يعني ألا تعتقد بأن الأمور وصلت حالة لا تدارك، ولا يمكن يعني إنهاء هذا الموضوع بأوامر انسحاب إلا باستخدام يعني القوة العسكرية لأجل إنهاء هذه الحالة الآن التي تعيشها المنطقة الخضراء؟ نعم، نحن أمام مشهد صار له تقريبا ساعتين من الآن، والتداعيات سريعة جدا، وكل الأمور متوقعة. يعني لا يمكن للأمور أن تبقى خارج السيطرة، يعني يجب أن يتم، وأعتقد هناك قوة كافية الآن. العراق ليس عام 2003 عندما حصل الفرهود وغيرها، وجود قوات السيادة الأمريكية لم تتدخل لأنها ليست لديها أوامر بأن تمنع النصوص. ولكن أستاذ حمزة، الكثرة تغلب الشجعان. يعني هناك مناطق في داخل المنطقة الخضراء حسب ما ينقل لا يسمح بدخول إلا لحملة باج المنطقة الخضراء، الآن هي مستباحة بالكامل من قبل المتظاهرين الذين دخلوا. شكرا جزيلا لك حمزة مصطفى، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، على هذه المداخلة. فراس الدريمي مراسلنا من بغداد. فراس، معلوماتك الأخيرة. نعم، أنا الآن في المنطقة الخضراء تحديدا من داخل مبنى البرلمان. قبل ساعة تقريبا ومع إعلان رفع الجلسة من قبل سليم الجبوري بعد عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على التصويت على الحقيبة الإيجارية التي كان من المفترض أن يجلبها اليوم معه الحكومة حيدر العبادي والتصويت عليها هي 5 حقائب إيجارية، اقتحم المتظاهرون اليوم المنطقة الخضراء من جميع الأبواب ودخلوا إلى مبنى البرلمان، وكانت حقيقة الهتافات هي هتافات سلمية، هتافات العراق، هتافات كلا للمحاصصة وكلا للفساد، كانت هتافات وطنية كلها تنادي بحب العراق والعراقيين. طالبوا المتظاهرون، كانت أبرز المطالب هي إنهاء المحاصصة والفساد والقضاء على المفسدين وعلى المحاصصة التي اليوم بسبب هذه المحاصصة لم تنعقد جلسة البرلمان، وبالتالي اليوم فراس يعني بدأت فراس فيما يتعلق يعني مطالب المتظاهرين والهتافات التي قيلت، يعني تجاوزنا ربما هذه المرحلة، نحن أمام مرحلة أعقد الآن. المعتصمين داخل المتظاهرين داخل المنطقة الخضراء، والأمور تتصاعد وسط حديث عن اقترابهم حتى إلى مبنى المحكمة الاتحادية، وحتى قصور المسؤولين يعني من قيادات الخط الأول، نواب رئيس البرلمان وغيره من يعني الحالة الأمنية إلى أين تتجه؟ الحالة الأمنية إلى أين تتجه؟ الصور الواردة الآن التي نتابعها رغم أوامر التيار الصدري بانسحاب أنصاره، لكن الموضوع يعني توحي بأنه لا زال معقد، لا زال هناك يعني متظاهرين داخل قاعة مجلس النواب، وربما يعني تواصل الحالة اتساع في داخل المنطقة الخضراء إلى بيوت المسؤولين والمباني الأخرى التابعة للدولة. حقيقة شاهدنا منظر اليوم كان يعني رائع وجميل، يعني من ناحية التعامل مع القوات الأمنية، القوات الأمنية لم تستعمل أي وسيلة من وسائل العنف مع المتظاهرين، وكذلك المتظاهرون اليوم
دخلوا سلميين لم يحملوا بايديهم اي شيء ولم يعبثوا. هناك لجان تنسيقيه من داخل التظاهرات مع المتظاهرين كانوا يقفون لحمايه جميع دوائر البرلمان والدوائر الاخرى في المنطقه الخضراء خوفا من دخول مجسمين العبث بمحتويات البرلمان، وبالتالي سوف تكون اللوم سوف يلقى اللوم على المتظاهرين. ماذا فراس؟ فراس ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالمندسين في سياق كلامك؟ يعني شنو معنى مندسين؟ ربما سمعنا من بعض المندسين، ربما سمعنا من بعض المتظاهرين، هناك يعني من يحاول من داخل العمليه السياسيه ادخال عناصر مندسه داخل المتظاهرين لكي تعبث وتخرب لكي يلقى اللوم على انصار دعم تيار فتح الصدر. وبالتالي هو هذه اشاره الى يعني من يتصل بدوله القانون. كان هناك عديد على رئيس الحكومه السابق نور المالكي، هناك كان عقوب وهتافات من قبل المتظاهرين ضده بسبب ركبه او محاوله ركبه وهو ونوابه من دوله القانون موجه المتظاهرين وموجه الاعتصام، وكانوا يتحدثون في الايام الماضيه انهم مع المعتصمين، ولكن اليوم ما سمعته من المعتصمين والمتظاهرين انهم ليسوا مع اي نائب من المعتصمين، وحتى انهم كانوا يضحكون عن نواب المعتصمون لكي يقولوا لهم في يعني اننا ليس معكم، انتم لا تمثلون الشعب العراقي، تكلمتم باسمنا ونحن لا علاقه لنا بكم. اليوم ربما العمليه السياسيه سوف تاخذ منحى اخر، ربما هذا اليوم هو اعلان اسقاط العمليه السياسيه في العراق، لانه على ما يبدو ان المعتصمون اليوم المتظاهرون لا يصرون على عدم عوده اي من السياسيين داخل المنطقه الخضراء، لانه فشل اليوم في تحقيق نصاب من طيب فراس فراس راح نظل فراس متواصلين وياك في هذه التغطيه نشوف يعني ونطلب منك انك يعني تتابع وتركز على الحاله الامنيه، على اعتبار بان الحاله الامنيه ربما هي الاهم، ويعني لان الحاله الامنيه اذا ما تازمت راح ننتقل الى مشهد اخر اكثر تعقيد من مشهد دخول المعتصمين الى قاعه مجلس النواب. شكرا لك فراس، نبقى وياك متواصلين على الاخبار العاجله اللي ننتظرها من عندك في متابعة لهذه التغطية. قحطان الخفاجي، الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. دكتور قحطان، ألا تعتقد بأن الحاصل اليوم يهدد قواعد العملية السياسية في العراق، وتهديد القواعد بمعنى أن الحالة معرضة للانهيار والانفلات التام، أليس كذلك؟ أنا أستاذ أخي بك بالتناقض المشاهدين الكرام، حياك الله. أنا أتوقع وأعتقد أن الذي حصل اليوم هو إعلان رسمي للجماهير لإنهاء العملية السياسية القائمة حاليا على التقدير في دورتها الحالية حكومة ومجلس تشريع. لذلك أنا أقرأ الأمور بهذه الآلية، وأي قرار أخرى من قبل البرلمان أو من قبل السواء هو أما جهل في قواعد الشرعية الرسمية الشعبية أو أنه تعنت وتغمت أو الذهاب إلى حالة سيئة أكثر فأكثر. إذن نحن الآن من هذه اللحظة علينا أن نتعامل مع قناعة أن العملية السياسية القائمة الحالية أكثر تقدير عطلت، وعليهم أن يذهبوا باتجاه حكومة مؤقتة لكي تسير الأمور لحين انتخابات قادمة تشريعية. يعني الآن ترسم سيناريو، دكتور أنت الآن ترسم سيناريو مثالي للتعامل مع هذه الحالة. هل تعتقد بأن الكتل السياسية، القيادات السياسية التي كانت ترفض التنازل عن وزارات ستقبل بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وقبلها يعني حكومة مؤقتة، حكومة طوارئ تدير الأمر في البلاد؟ يعني تتوقع هذا السيناريو مقبول من النخب السياسية الموجودة الآن؟ أنا حقيقة الأمر أنا لا أعطي أي هامش لقرار مستقل لهذه المجاميع، لا حكومة ولا رئاسة الجمهورية ولا برلمان، جميعا هم بيادق يحركون خارجي. أنا أرى في تصوري متواضع صورة أماني هو رسالة واضحة مهما كان نوعية أو خلفية هذه المجموعة، لكنها صورة عراق، أن الشعب العراقي قال كلمة
سمعها الآن قبل غيره الإدارة الأمريكية والإيرانية، وبالتالي في تصوري أن هؤلاء طبعاً سيتنفلون عن هذه الرموز، قد يستخدموا هذه الرموز الأخرى، ولكن أتوقع الإدارة الأمريكية والإيرانية تتعامل مع هذا المتغير على أنها تجبر أقزامها في بغداد على نحو باتجاه صورة معينة جالسة لقدمها، وهو إنهاء العمل الآن بالدستور مؤقتاً. طيب دكتور، من وحي الفكرة المطروحة، من وحي الفكرة المطروحة اللي تفضلت بها جنابك، فكرة مهمة أن يتم تدارك الموضوع بحكومة إنقاذ وطني، هل يستطيع العبادي أن يستثمر حالة الانفلات الأمني وحالة الانفلات أيضا السياسي الحاصل الآن بعد دخول المتظاهرين إلى مفاصل الدولة كمفصل السلطة التشريعية، هل هذا يتيح للعبادي ويستطيع أن يستثمر أن يعلن حكومة إنقاذ وطني مثل ما تفضل جنابك، بعيدا عن مجلس النواب، بعيدا عن الكتل السياسية؟ أنا أقول وأنصح عبادي، وأنني لا أشفق عليه من باب السياسة الإنسانية، لأنني يعني أرى أن شباب بلاد العراق هم أعضاء ورموز على سياسة برمتها بما فيها عبادي القدر واللحق، ولكن لكي ينقذ نفسه ويعطي صورة بسيطة عن أنه عراقي حقا وأنه يرغب في خروج العراق عليه أن يقدر الاتجاه. طيب يعني هذا أمل، هذا أمل، هذا أمل، لكن هو قادر، هو قادر دكتور، عفوا، هو قادر العبادي عنده هاي القدرة، الحالة السياسية تسمح له؟ سأتيك على الحوار، أنا أتوقع هذا غير قادر نهائيا، لأنه لا يمتلك الإرادة رقم واحد، ولا يمكن تجاعل شخصية رقم اثنين. أنا الآن أحسب على الأخ الصدر أنه لو كان له رؤية سابقة لما يحصل بعد هذه الخطوة، كان قد هيئ إدارة عراقية وطنية بالتشاور مع القوى الوطنية النافعة لأن يمسكوا زمام الأمور إلى حد معين لكي تعدي انتخابات، أما أن تترك الأمور إلى أعدادي لكي هو الذي يذهب باتجاه حكومة كذا فتكون أمور هكذا، ولكنني طيب. أراها أنها تسويف بتسويف، والأمور قد تذهب باتجاه سيء آخر تتعقد الأمور أكثر. شكرا. لأن أعدادي لن ينمو ولا قادر ولا راح التغيير إلى المصالح أكبر منه وإرادة القوى الإقليمية والدولية أكبر من عبادي والسواء. شكرا لك دكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك على هذه المداخلة المهمة حقيقة في سياق هذه النشرة، لأن يعني ليس المهم أن فقط نصف الحالة، ولكن ينبغي أن نسمع أيضا حلول على ضوء الخبر العاجل الوارد الآن أسفل الشاشة عن إصابات في صفوف النواب الموجودين داخل مجلس النواب وممن حوصروا من قبل المتظاهرين الداخلين، وبدأت الآن يعني الأنباء أو المواقع التواصل الاجتماعي تشير وتنقل يعني حالة الضرب التي تعرض لها عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب. الآن معنا عبر الهاتف الدكتور ناجح الميزان القيادي في المشروع العربي. دكتور ناجح، الأخبار العاجلة الأخيرة تؤكد بأن حالة الطوارئ قد أعلنت وأن هناك إغلاق لمنافذ العاصمة العراقية بغداد، إلى أين ترجح أن الأمور تسير؟ طبعا والفوضى عارمة في كل أرجاء بغداد، وأعتقد ستزداد هذه كلما تبقى الأمور على هذا الحال، ولا سيما وأن الذي حدث أن الجميع قد فر من المنطقة الخضراء حكومة وبرلمانا وقضاء، الكل حسب المعلومات الواردة من الذين دخلوا المنطقة الخضراء والبرلمان. ستزداد عندما يشاهد الآخرين وهم في بيوتهم سيزداد العدد، وستكون المنطقة الخضراء هي اليوم مكان المبيت للعراقيين في بغداد. إغلاق منطقة بغداد لا يعني السيطرة على الوضع، لا سيما وأن اليوم القوات المسلحة حسب الشهود عياني اللي موجودين الآن في بغداد اتصالاتنا معهم أنه ناس يدخلون وتركوا السيطرات وتركوا المناطق والحمايات المؤسسات تركت. الكل اليوم يفهم جيدا أن هذا اليوم يوم العقاب لحكومة فاسدة، لطبقة سياسية فاسدة،
جثمت على صدور العراقيين لمدة 13 عام. أعتقد اليوم يوم العقاب ويوم الحساب. وأيضا على ضوء اللي ذكرته دكتور من يعني هروب الحمايات والقوات الأمنية من المنطقة الخضراء، وأيضا ربما هربت من مناطق التي تحميها المتعلقة بالوزارات والمفاصل الأمنية، ألا نؤشر هنا انهيار الدولة؟ انهيار الدولة العراقية، انهيار مؤسسات الدولة العراقية؟ هي منهارة الدولة العراقية، منهارة. يعني إذا كنا نعتقد بأن وجود هؤلاء الفاسدين هم يعبرون عن وجود دولة فهذا خطأ فادح. واليوم يجب أن يعاقب المجرمين وأن تتشكل دولة غير الدولة الماضية اللي لا يوجد فيها غير الفساد والطائفية والقتل والرشاوي وغيرها وبيع العراق إلى من هب وذهب. أعتقد الدولة منهارة، لكن اليوم انهيار الحكومة بشكل كامل. وجود الحكومة الفاسدة لا تعني بأن هناك دولة أو دولة ومؤسسات وغيرها. الفساد ضرب أطناب الدولة من أقل درجة وظيفية إلى درجة وظيفية، وبالتالي هناك كان شكل دولة، اليوم ما محتاجين هذا الشكل. طيب دخول المنطقة الخضراء دكتور، دخول المنطقة الخضراء والتوسع، المنطقة الخضراء حسب ما توصف بأنها كبيرة جدا في مفاصلها، وكلما تدخل إلى عمق المنطقة الخضراء تزداد الحواجز والخطوط الحمر، كلما اقتربت إلى عمق المنطقة الدولية، وهنا تحدث عن السفارة الأمريكية، ما يتداول الآن من أخبار بأن هذه التظاهرات تقترب إلى السفارة الأمريكية. إذا ما افترضنا فعلا بأن القوات الأمنية قد تركت مواقع يعني الحمايات التي تكلف بحماية مفاصل الدولة، ألا تعتقد بأن السفارة الأمريكية سيكون لها موقف أمني مما هو حاصل، وبالتالي قد تتجه إلى معاونة أمنية للدولة العراقية لفض ما هو حاصل الآن؟ اليوم شباب قاد والوافدين من باقي المحافظات يعلمون جيدا أن مشكلتهم ليس مع الأمريكان، هذا الكل يعلم بهذا، وقد أشار الصدر في كلمات سابقة بأنه استفارات تماما ولا أحد يدخل استفارات. اليوم بوصلة المحتجين والثوار ذهبت إلى الحكومة الفاسدة، أعتقد لن يذهب أحد إلى استفارات، لأن الكل يعلم بأن الذهاب إلى استفارات يقوي هذه الحكومة الفاسدة وسيعطيها ذريعة بالتدخل الدولي، والكل يعلم بهذا. من أصغر متظاهر أنا أعتقد يعني حسب معرفتي بما يجري أنه لن يكون هناك، لا يدور على فكرة حد بأنه سيقتحم السفارة الأمريكية والإنجليزية وغيرها. الكل يعلم جيدا أن من سرق العراق ومن أوصل العراق إلى هذا الحد هم المسؤولين، وأكبر دليل أبو الفضيلة، يعني شاهدنا على شاشة التلفاز كيف يعقب. هذه رسالة لكل النواب وكل الوزراء أنه من يقع في أيديهم سيكون هو هدف، وأعتقد سيكون هناك سيرجع لنا حادثة نور السعيد من جديد إذا ما بقوا هؤلاء من يسمون أنفسهم زعماء. يعني هذا يعني تتحدث عن مشهد نور السعيد والوصي عبد الإله، هذه يعني نحن ماضون إلى سيناريوهات أسوأ كثير مما هو يعني متوقع. دكتور ناجح شكرا جزيلا، ربما نتواصل معك في سياق هذه التغطية التي يعني أعتقد بأنها ستبقى مفتوحة على مدار يعني الساعات المقبلة بسبب التعقيدات التي تشهدها الحالة الأمنية، وكذلك غياب المشهد السياسي عن ما هو حاصل الآن على ضوء يعني خروج الكثير من المسؤولين ومن النواب في أعلى مفاصل الدولة من خارج المنطقة الخضراء، وكذلك محاصرة عدد من النواب في مبنى مجلس النواب. معنا الآن عبر الهاتف ربما مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع وجهات نظر. أستاذ مصطفى، هل يعني السؤال الجوهري، دعك من هذه التفصيلات التي ربما تصح أو ربما تكون في سياق الإشاعات في ظل هذه الفوضى التي تعيشها، ولكن ألسنا أمام مظهر من مظاهر انهيار الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. حياتي. في الحقيقة منذ احتلال العراق لا توجد هناك أي ملامح للدولة،
هناك مجموعة من الميليشيات والعصابات والأحزاب الطائفية والعرقية تتحكم بكل شؤون البلاد وتستولي على مقدراتها، وبالتالي فما يجري هو الآن هو نموذج لبؤس هذه العملية السياسية وانسدادها ووصولها إلى نهايتها بإذن الله. طيب يعني هذا فيما يتعلق ب يعني طبعا الحديث عن مظهر من مظاهر الدولة، يعني نشير إلى مثلا قاعة مجلس النواب، يعني ليس بالضرورة أن نتحدث عن كفاءة الدولة وعن فاعليتها، هذا الموضوع ربما محسوم بعدم أهليتها في إدارة الحالة العراقية، ولكن أيضا إلى أي درجة يتحمل التيار الصدري مسؤولية انفلات الوضع إذا ما انفلت في اتجاهاته الأمنية وجرت هناك حركة أمنية قمعية للمتظاهرين؟ كل الأمور التي جرت في الأسبوعين الماضيين وتؤشر على أن كل ما جرى كان تحت السيطرة، وبالتالي فإن المتوقع أن ما يجري الآن أو في الأيام القليلة المقبلة سيكون أيضا تحت السيطرة، ولكن هذه الفوضى مقصودة تماما من التيار الصدري لإظهاره بصورة يعني راعي الإصلاح، راعي الإصلاح والمدافع الحقيقي عن يعني مطالب الشعب وحقوقه، وبالتالي الآن يجري تلميع التيار الصدري الذي توغط كثيرا خلال السنوات العشر الماضية على الأقل بكثير من العمليات الإرهابية والطائفية وعمليات التطهير الطائفي التي جرت في العراق، الآن يجري تلميعه وإظهاره باعتباره الراعي الوحيد للإصلاح، وهو الذي يفرض شروطه وشروط الإصلاح ومطالب الإصلاح. طيب أستاذ مصطفى، خليني أستاذ مصطفى معذرة، خليني أسألك عن المشهد اللافت الآن فيما نشاهده. شباب يعني عرضونا ما هو الآن متاح على شاشتنا نقلا عن القناة الرسمية، يعني أسألك عن مشهد تعاون وتفاهم وتفاعل القوات الأمنية في مشهد التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء، شنو يحيلك يعني شنو تحيلك هذه الحالة؟ ولا يحيلي، وإنما يؤكد لي حقيقة أن ما يجري هي مسرحية متفق عليها ضمن الإطار العام، وأن كل شيء سيجري تحت السيطرة وأن الأمور لن تفلت فقط حتى مع فقط شيء الاتفاق من الاتفاق داخل التيار الصدري، يعني التيار الصدري يوجه جماهير اقتحموا المنطقة الخضراء، دخلوا إلى مجلس النواب، حاصروا نواب، ضربوا نواب، لكن الطرف الآخر من الاتفاق منه برأيك لو هو فقط محصور في داخل التيار الصدري؟ لا هو الاتفاق ضمن بين التيار الصدري والسلطات الحكومية، لأن هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات وهذه الاقتحامات ستؤدي إلى تعزيز موقف العبادي في فرض نموذج في فرض وزارته وتعديلاته الوزارية بمواجهة خصومه في التحالف الشيعي الذين يقف مقتدى الصدر أيضا في مواجهتهم. يعني هذه هذا الانفلات الأمني أو المحدود أو هذه الفوضى المقصودة هي تتم بالاتفاق مع الحكومة ومع ربما رئيس مجلس النواب أيضا لأجل تثبيت أو تمرير هذه التعديلات الوزارية والإيحاء إلى الشعب بأن المطالب التي يطالب بها بالإصلاح وبالتغيير ومحاسبة الفاسدين قد جرت فعلا، ولكن هي في الحقيقة لم يجري شيء ولن يجري شيء، لأن هذا النظام كله فاسد وكله قائم على نظام المحاصصة. الوزراء الذين تم التصويت لهم في الأسبوع الماضي كلهم من القائمة التي فرضها مقتدى الصدر، ويدعون أنها تكنوقراط، ولكن هي في الحقيقة قائمة مقتدى الصدر لإظهاره كما قلت بصيغة راعي الإصلاح، وهو الآن يمارس نفس الدور الذي يمارسه حزب الله في لبنان، دور الثلث المعطل. ولكن أستاذ مصطفى يعني تطرح الآن يعني حقيقة حديث جدلي عن موضوع الاتفاق الذي جرى بين العبادي، وأنت ترجح هذه الفرضية، اتفاق بين العبادي ومقتدى في التعامل مع ما هو حاصل، ولكن يعني الآن نتحدث عن يعني انهيار لحكومة حيدر العبادي، انهيار لسلطة حيدر العبادي، فكيف يكون الطرف المستفيد وهو الآن يعني ربما أصبح محل تساؤل وصوره
يعني متداولة في كل القنوات الفضائية بأن الحكومة العراقية ربما الآن في موقف حرج وتتعرض إلى انهيار في مؤسساتها، فكيف يكون طرف مستفيد برأيك؟ في النتيجة سيتم التصويت على الكابينة الوزارية أو التشكيلة الوزارية التي فرضها مقتدى الصدر واتفق عليها مع حيدر العبادي، وهذا هو الأهم. عندما يتم يعني مواجهة الخصوم وإقصائهم ضمن التحالف الشيعي وتثبيت سلطة حيدر العبادي بشكل أو بآخر، فإن هذا سيكون مكسبا لحيدر العبادي. وحيدر العبادي ليس له إلا القبول بما يمليه عليه مقتدى الصدر، لأنه يعرف جيدا أن مصيره بيد مقتدى الصدر، إذا لم يرضى عنه سيتم سحب الثقة منه، وبالتالي يعني ستدخل المسألة في خانق آخر جديد. شكرا، شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير موقع وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف في سياق هذه التغطية. دكتور عمر عبد الستار الآن عبر الهاتف البرلماني السابق الباحث في العلاقات الدولية. دكتور عمر، كيف تتابع المشهد وفق أنباء عن يعني اقتراب هذه الجموع المتظاهرة نحو المنطقة الخضراء، وأنباء أخرى تشير إلى أن القوات الأمريكية الحارسة للمنطقة الخضراء، عفوا للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، الآن خرجت وبدأت تتحرك بحجة حماية الرعاية؟ تحية لك دكتور وللمشاهدين الكرام. هو حقيقة هذا هو يعني ما أعلنه الصدر، أو ما يعني طرأ بعد اقتحام المنطقة الخضراء واعتصام أنصاره في داخل البرلمان، هو يعد الخطوة رقم 4 التي ابتدأها الصدر منذ آذار الماضي، وانتهت يعني بالاعتصام الثالث، انتهى بالجلسة 26 يعني يوم الخميس، اللي كانت من وجهة نظري كانت تاريخية، لأنها الحقيقة أخرجت المالكي من البرلمان بعد أن أخرج المالكي من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء، من رئاسة الوزراء ثم رئاسة الجمهورية وأخرج من البرلمان. الآن رقم 4، ما الهدف من هذا الاقتحام؟ ما هي الخطوة الثالثة؟ هل مطلوب إخراج المالكي من موقع آخر في الوزارات على مستوى الهيئات والوكالات والمدراء العامين إلى آخره، أم شيء آخر؟ السؤال هنا الحقيقة دكتور. نعم. قبل هذا المفصل المهم تتفضل به جنابك الآن، إحنا يعني دن ناقش فرضية استمرار هيكلية الدولة، استمرار أدوات الدولة، استمرار مقومات الدولة، يعني خلينا نحسم هذه الجدلية وبعدين ننتقل إلى بقية المؤسسات الأخرى. تعتقد بأن يعني الحالة اللي نتابعها الآن على الهواء مباشرة يعني تعني بالضرورة أن الدولة في مقوماتها في خطر؟ يا دكتور، وين أكو دولة بالعراق؟ نحن دائما يعني نتناقش بعد 2003 وتفكيك الدولة، أنه لم تعد الدولة في العراق إلى اليوم. من يتحكم في القرار الحقيقي، لأنه دولة ما موجودة تتحكم فيه عوامل إلا دولة، داعش من جهة والميليشيات من جهة أخرى، ونتكلم في بغداد وهاي المناطق نتكلم عن 55 ميليشيا، بين 44 بين 55 ميليشيا. لا توجد هناك دولة الحقيقة، هناك الدولة مسلوبة يعني عفوا. نعم. يعني أيضا نعم. أيضا استدراك معذرة دكتور. يعني نحن لا نشير إلى الدولة، يعني لا يوجد اثنان عقال يقول لك الدولة العراقية عبارة عن دولة بأدائها وبمفاصلها، هناك تمام. كثير من مقومات الدولة الفاشلة تدخل تحت إطارها الدولة العراقية القائمة الآن، ولكن نحن نتحدث عن شكل من أشكال الدولة، شكل من أشكال الدولة مجلس النواب، شكل آخر الحكومة، شكل آخر يعني مقر إدارة الدولة، هذه كلها الآن باتت مهددة، وبالتالي يعني دعنا نتحدث عن فرضية انهيار هذا الشكل أو هذه الأشكال الرخوة من أشكال الدولة العراقية. طيب الآن البرلمان والرئاسة الثلاثة كلها يعني وكل ما حولهم من وزارات أو من مؤسسات أمنية ومدنية
هي كلها حصيلة 2005 دكتور. 2005 نعم. انتخابات رقم واحد وانتخابات رقم اثنين في أول شهر وآخر شهر، وما حصل في بين هذين الشهرين من دستور 31/12/2005 تتكلم جاي. يعني أنا أتكلم عن 25/12/1/2005 و 15/12/2005 نعم. وبينهم كان الدستور بالشهر العاشر نعم. هذه الدستور وهذه الانتخابات هي التي أخرجت كل هذه المؤسسات من رئاسات ثلاث، زاد المؤسسات أمنية ومؤسسات مدنية اللي أنت الآن تقول شكليا هي عبارة عن إيش؟ الدولة. الآن الحقيقة البرلمان يمثل عصبها الرئيسي، لأن هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، هو الذي ينتخب رئيس الوزراء، هو الذي يصوت على هذه الوزارات بالجملة. الآن المعضلة هنا، الآن سقطت يعني سقط البرلمان. الحقيقة هذه العملية السياسية فيها إشكال كبير بدأ في 2005 باختصار شديد. أنا أعتقد هذه الخطوة هل ستؤدي إلى العودة إلى النصف الثاني من عام 2004، يعني العودة اللي هي ما بين انتهاء المجلس الحكم الانتقالي في 30/6/2004 والانتخابات الأولى في 2005 اللي كان يرأسها رئيس الوزراء بفترة انتقالية دكتور عيد علاوي. هذا هو السؤال، هل يتجه العراق إلى النصف الثاني من 2004؟ أنا أعتقد إذا كانت هذه هي البوصلة أو ستؤدي تداعيات هذه الخطوة من أن البرلمان أصبح معضلة كبرى باتجاه أي إصلاح أو مصالحة أبدا ما يمكن. دكتور الآن البعثات الدولية تغادر المنطقة الخضراء دكتور عمر. الآن البعثات الدولية تغادر المنطقة الخضراء. أنا أعتقد السؤال الآن كيف سيتصرف العبادي الآن صحيح الآن صار نستطيع أن نسمي هذا بين قوسين انقلاب على العملية السياسية في العراق، بس مو قام بالمالكي، قام بالصدر. أكو فرق، المالكي كان يريد يسوي انقلاب فشل، الآن الصدر دي يسوي انقلاب على العملية السياسية، لكن هو بكل الحالتين انقلاب. هل كيف سيتصرف العبادي؟ أنا أعتقد اليوم إذا كان يعتبر هذا انقلاب على العملية السياسية فعلى العبادي أن يتصرف ويعلن حالة الطوارئ ويستدعي تدخلا دوليا. أنا قلت قبل فترة أنه ممكن أن يلجأ إلى أربيل مع معصوم والجبوري ومن هناك يطلبوا تدخلا دوليا كما حصل مع هادي في اليمن عندما انتقل إلى عدد من صنعاء وطلب تدخلا دوليا. هذه الخطوة واردة محتملة، لكن الصدر بالمرات السابقة الثلاث دكتور يعتصم ثم يتراجع، يعتصم ثم يتراجع، يقتحم ثم يتراجع. وارد أيضا هذا احتمال ثاني أن الصدر بعد هذه الخطوة سينسحب، لأنه الحقيقة لا هو انسحب. هو اليوم بالكلمة مالته دكتور عمر، اليوم بالكلمة اللي ألقاها زعيم تيار الصدر السيد مقتدى، يعني أعلن اعتكاف العمل السياسي لمدة شهرين امتعاضا مما هو حاصل في العملية السياسية. هو طيب لكن أنصاره اقتحموا، أنصاره دخلوا البرلمان، أنصاره اعتصموا داخل البرلمان. وبالتالي الحقيقة يعني هنا نحن أمام مشهد انسحب منه السيستاني في 5/2/2016، وبالتالي انسحب من العملية السياسية وانسحب من التحالف الوطني، ثم الآن الصدر يتقدم خطوة ثم يتأخر. طيب. أخرى دكتور أسألك يعني عن عفوا سيناريو ربما أختم به مداخلة حضرتك دكتور عمر. سيناريو الحل الأمني، يعني الآن أنباء تتحدث عن تحليق مكثف للمروحيات العسكرية في سماء العاصمة العراقية بغداد، وقبل ذكرت أني في سياق أيضا التغطية أن هناك أوامر يعني لواء تابع للرئاسة الوزراء وربما أيضا لرئيس الجمهورية لديه أوامر بإطلاق النار. هذا السيناريو الأمني وارد الآن في هذه المعادلة لفض هذا الشكل من إشكال الفوضى؟ فعلا هذا هو كما قلت لك، يعني انتقال الصراع على خلينا نسميه سيناريو ثالث. يعني قلنا السيناريو كيف يتصرف رئيس الجمهور يا رئيس الوزراء، ثم قد يعلن حالة الطوارئ ويطلب تدخل. ثانيا قد ينسحب الصدر وبالتالي تعود الأمور لتدور في فلكة المراوحة والهروب إلى الخلف والأمام. ثلاثة الحقيقة هذا الأخطر هو أن ينتقل الصراع
بين الأطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية من داخل المؤسسات إلى الشارع. إذا انتقل الصراع من داخل المؤسسات واليوم وهذا إشارة خطرة إلى الشارع، عندنا 55 ميليشيا و55 ميليشيا مختلفة فيما بينها، كلهم يعني تعلموا على العقلية العسكرية وعلى الذبة العسكرية وعلى السلاح، وبالتالي أنا أعتقد ربما يصير قتال ما بين هذه طيب. الأطراف، وبالتالي هذا أيضا مدعاة. هذا سيناريو خطير، هذا سيناريو خطير، يعني خطير تصادم طبعاً. الميليشيات طبعاً. معناها يعني إذا كنا نداري الحالة ونتحدث عن شكل من أشكال الدولة العراقية فحتى هذا الشكل سوف يعني ينهار انهيارا تاما. شكرا لك دكتور عمر عبد الستار على هذه المداخلة، ربما نعود إليك لاحقا في سياق هذه التغطية. مشاهدين الكرام، نحن في هذه الساعة الماضية وربما أكثر من ساعة كنا نعيش تداعيات كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أعلن فيها إيقاف كل عمل سياسي للتيار إلا ما كان في صالح الشعب بحسب وصفه. وقال الصدر في كلمة له اليوم إنه لن يشارك في أي عملية سياسية تكرس المحاصصة الطائفية والحزبية، وكشف أنه سيدعو إلى الاعتصام لمدة شهرين ضد المحاصصة والحزبية والسياسية لأن المتضرر الأول منها هو الشعب العراقي. المطالب بالإصلاح وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية المقيتة ولجوا في طغيانهم يعمهون يصرون على الحنث العظيم. لقد أقسموا على خدمة شعبهم وسماع صوتهم ولكنهم استكبروا استكبارا وعثوا في الأرض مفسدين، يطلبون بقاء المحاصصة لبقاء كراسيهم ووزرائهم ليبقى نفوذهم أعلى من صوت الوطن والمواطن وأعلى من صوت الإصلاح، آملين في ذلك ذبح الإرادة الشعبية الراغبة بإصلاح ما فسد من أمورهم ومحاسبة المفسدين الذين تلاعبوا بقوتهم ولقمة عيشهم وحقوقهم، فهم يريدوا ليطفئوا نور الإصلاح بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الفاسدون. والشعب يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الحزبيون، فإن الشعب هم الغالبون. فمنذ أن بدأ نور الإصلاح وبصيصه بالتوقد جمعوا أمرهم ذات بينهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، ذلك الحزب الذي يريد فرض هيمنته وسطوته من خلال المحاصصة الحزبية والسياسية ليكملوا نهبهم وسرقاتهم كما عهدهم الشعب منذ أن أخذوا بزمام الأمور. أجمعوا أمرهم أن ينصبوا وزراءهم ومرشحيهم المتحزبين بعنوان التكنقراط السياسي، مضافا إلى إبقاء بعض حيتان الفساد من الوزراء في مناصبهم بعنوان تأريخهم الجهادي. وأي جهاد هذا الذي يسوغ سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته؟ اليوم وفي جلستهم البرلمانية هذه إن وجدت، قد أجمعوا على وأد الحركة الإصلاحية الحقيقية التي لا تريد انتقاما من أحد، ولا تريد كرسيا لأحد، ولا تريد مساسا بأحد. تلك الحركة الشعبية المليونية التي تعاطف معها كل الشعب إلا الذين يريدون علوا في الأرض واستكبارا. ومن هنا ليعلم الجميع أنني لم ولن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة، فإني في خانة الشعب ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري الحقيقي. ومن هنا ليعلم الجميع أني ومن معي سوف لن نشترك في أي عملية سياسية
سوف لن نشترك في أي عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية الحزبية، ولو بعنوان التكنقراط، فإرادة الشعب أعلى وأهم. إنني سوف لن أسمح لهم بذلك. إذا الشعب أعانني على ذلك فهم قد خيروني بين الحكومة برمتها لتعود مرة أخرى تلك التقسيمات المذهبية والحزبية والعرقية والمساومات المقيتة والمهاترات السياسية الجوفاء التي لن يكون الشعب فيها إلا متبررا مرة أخرى. لكن ليعلم الجميع أن ثورتنا سلمية إلى النهاية، وهذا ما أزال الخوف من عشاق الفساد والمحاصصة مع شديد الأسف. لكني لا أريد تحميل الشعب ما لا طاقة له به، فكفاه دماء وقتلا وتشريدا وعودة إلى نقطة الصفر التي قد تكون نقطة لا عودة. نعم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، لكن أي دم شريف هو الدم العراقي؟ لكي أكون المسبب بفتنة داخلية شيعية شيعية أو سنية شيعية وهكذا، فإن أتباع الفساد سوف لن يتورعوا عن قتل أي عراقي يريد إزاحتهم عن كراسيهم، فإن وجودهم المعنوي والمادي والحزبي من بقاء هذا الكرسي فقيمتهم الصفر بل أدنى بدونه. عموما، فإن الشعب إذا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وسيغير الله ما بقوم أرادوا التغيير الحقيقي، وفي كل ذلك الشعب هو المعني الوحيد لا غيره في اختيار مصيره، فإما بقاء الفاسدين والمحاصصة وإما إسقاط الحكومة برمتها، ولا يستثنى من ذلك أحد. لكي لا تكون هناك فتنة واتفاقات خارج إرادة الشعب أو إرادة المراجع والعلماء والحكماء وذوي الرأي، فأنا اليوم أقف في خانة الشعب أيضا لا غير، وأقاطع كل السياسيين إلا من أراد الإصلاح الحقيقي بكل شفافية وصدق. أقف منتظرا الانتفاضة الشعبية الكبرى والثورة الشعبية العظمى لتوقف زحف الفاسدين. عسى الله أن يجعل من أمرهم فرجا ومخرجا، والله ولي التوفيق إذا أراد الشعب ذلك التوفيق. ومن هنا أيضا أعلن ما يلي: أولا، إيقاف كل عمل سياسي في مفاصل التيار إلا ما كان لتأسيس ائتلاف عابر للمحاصصة فقط لا غير، على أن لا يكون بواجهة تيارية فقط. ثالثا، أن أي وزير في الحكومة العراقية سواء من التكنقراط أو غيره هو ليس مرشحنا ولا يمثل إلا حكومته. ثالثا، أجد أن هناك كتلا سياسية متعاطفة مع الإصلاح الحقيقي، ولعل على رأسها كتلة الأحرار. لذا أجد من الضروري أن يقاطعوا الجلسة بل الجلسات التي يكون فيها أي نوع من أنواع المحاصصة، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. رابعا، سألجأ إلى الاعتكاف في هذين الشهرين إعلانا عن الرفض الكامل لأي نوع من أنواع المحاصصة، ورفضا لعودة الفساد والمفسدين، واستنكارا للتقصير الذي صدر من بعض الطبقات الشعبية، وشكرا لمن تفاعل. خامسا، على المجاهدين الأبطال البقاء في سوح الجهاد، فذلك واجب وطني وشرعي، سائلا العلي القدير أن ينصرهم ويثبت أقدامهم. مقتدى الصدر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في سياق هذه التغطية.
المتواصلة لتطورات الأحداث الأمنية، ولا سيما بعد كلمة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري التي كررناها لكم قبل قليل مشاهدينا الكرام. حقيقة ما ورد في كلام السيد مقتدى الصدر الكثير من الإشارات التي بدأت تفسر فيما بعد، وأيضا تضع المشهد إلى المزيد من السيناريوهات المعقدة، ولا سيما بأن ما ورد في كلمته غاية في الخطورة. نحاول أن نناقش الدكتور عبد الحكيم خسرو الأكاديمي والمحلل السياسي معنا الآن عبر الأقمار الصناعية من أربيل. دكتور عبد الحكيم، أهلا بك طبعا في سياق هذه التغطية المباشرة. السيد مقتدى صدر قال أنا أنتظر انتفاضة شعبية كبرى، فهل ما جرى اليوم يأتي ضمن هذا السياق، سياق الانتفاضة الشعبية الكبرى، أو أنه صفحة من صفحات الصراع السياسي وإقحام الشارع ضمن هذا السياق وجعله ورقة فيه؟ مساء الخير. طبعا هو إقحام الشعب من جهة، واستغلال المظاهرات التي كانت تحدث في المرحلة السابقة وخاصة من التيار المدني والمستقلين والعلمانيين والذين هم ضد السياسة الحالية للدولة العراقية بصورة عامة، وأتصور أنه إحساس آخر من قبل السيد مقتدى الصدر بأنه في محاولتين. المحاولة الأولى كان مع المعتصمين في داخل قبة البرلمان، وبالتالي إقالة رئيس البرلمان أو هيئة الرئاسة، أحس بأنه هذا كان انتصارا للسيد نور المالكي وأراد أن يركب الموجة وأن يسيطر من جديد على العملية السياسية. نجده يوم الثلاثاء الماضي تحرك باتجاه الغير المعتصمين والكتل السياسية الأخرى، وبالتالي كان هناك إقالة لبعض الوزراء والاستمرار بالعملية السياسية كما كان، لكن أيضا هناك إحساس لدى السيد مقتدى الصدر بأن الذين هم مع المحاصصة هم الذين شعروا بالانتصار يوم الثلاثاء الماضي، وبالتالي كل الجهود الذي قام به سواء كان مع المعتصمين وسواء مع الذين لم يعتصموا داخل قبلة البرلمان كان هي جهود من أجل طرف ومكاسب لطرف ضد طرف آخر. عفوا، ترجح سيناريو الصراع السياسي كخلفية لما هو حاصل الآن، ولست مع خيار الانتفاضة الشعبية التي ربما بالضبط تغير وجه الحالة السياسية في العراق بسرعة. يعني هو الإحساس الرئيسي من خلال خطاب السيد مقتدى الصدر نجده بأنه يشعر بأن ما يجري في العراق لحد الآن هي ميكافيلية، وإنها جزء من الصراع السياسي، وأي تحرك من قبله يعتبر مكسب لطرف ضد طرف آخر. الآن المطالب الشعبية هي كالآتي: إنهاء المحاصصة والقضاء على الفساد وإحالة المفسدين إلى القضاء وإلغاء كافة المؤسسات التي هي تمثل عبئا على الدولة العراقية والميزانية العراقية، والتي سببت الكثير من الأزمة الاقتصادية الحالية وحتى الأزمة السياسية والحرب ضد داعش وما يجري الآن. أتصور أنه هذا هو الإحساس النهائي بالنسبة للتيار الصدري. أبقى معي دكتور. العودة إلى نقطة، عفوا دكتور، أبقى معي في سياق هذه التغطية، لنا الكثير من النقاشات والحديث ولا سيما عن موقف التحالف الكردستاني مما هو حاصل الآن من فوضى سياسية وكذلك فوضى أمنية. فراس الدليمي مراسلنا يعود إلينا من بغداد. فراس، ما جديدك فراس؟ نعم، ما زال المتظاهرون يتدفقون إلى داخل المنطقة الخضراء وتحديدا إلى مبنى البرلمان، وما زالت الهتافات تعلو من أجل إنهاء المحاصصة ومحاسبة المفسدين. ما زالوا يرفضون كل الرفض والإصرار على الخروج من المنطقة الخضراء اليوم، يعني يقولون أن العملية السياسية قد انتهت وأطلقت بهذا اليوم، سوف يتم سوف ياخذ العراق اليوم، يعني يكون العراق عراق جديد من اليوم من خلال هذه الاحداث. لا يسمحون الى السياسيين بالدخول مره اخرى الى المنطقه الخضراء او مبنى البرلمان. هناك تطورات اخرى
بحسب تسريبات يقال انه هناك قوه امنيه خاصه سوف تاتي الى المنطقه الخضراء من اجل اخراج المتظاهرين من داخل المنطقه الخضراء. وهنا فراس فقط للتاكيد منو اللي يقول يعني عبارات وجمل بان يعني اليوم يوم جديد في تاريخ العراق ولن نسمح بعودة مجلس النواب؟ من قال هذا الكلام؟ متظاهرين لو سياسيين في قيادة التظاهر؟ المتظاهرون يعني سمعتهم كثيرا ورددوا هذه الكلمة بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وإلى الماضي، وبالتحديد ستكون هناك يعني عدم القبول بهذه الطبقة السياسية. كانوا هناك الكثير من المتظاهرون يبحثون عن النواب، خصوصا النواب المعتصمون كانوا يبحثون عن النائب كاظم الصيادي وحنان الفتاوي. هناك ايضا هناك يعني حادث حصل داخل البرلمان، يقال انه كاظم الصيادي قد هرب وكان المتظاهرون يقفون امام سيارته، فقد ضرب يعني بس حتى نفهم هم يدورون على الكاظم، عفوا على النائب كاظم الصيادي يدورون عليه يعني لانه نائب معتصم وحبا به لنوايا انتقاميه اخرى. لا 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 لا، لنوايا انتقاميه ليس حبا به، لانهم يرفضون رفضا قاطعا ما كان يتداوله النواب المعتصمون من داخل قبه البرلمان بانهم مع الشارع وانهم يلبون مطالب الشارع. يقولون ان هؤلاء كانوا يتحدثون باسم المتظاهرين لانهم كانوا يريدون ركب موجه المتظاهرين، يعني يكملون يعني مشهد حرق المقر يعني ربما الذي حصل في محافظة بابل. فراس، ما حقيقة التحليق الكثيف للطائرات العسكرية العراقية تحديدا في سماء بغداد؟ نعم، المروحيات هناك تحلق فوق سماء المنطقة الخضراء خوفا يعني من حصول صدامات مع المتظاهرين، على الرغم من ان القوات الامنيه حتى لا تحمل السلاح اليوم، لم اشاهد القوات الامنيه تحمل السلاح الى الان. كانوا متعاونين جدا يعني من خلال تعاملهم مع المتظاهرين الذين اقتحموا الخضراء، سمحوا لهم بالدخول دون عنف، لم نشاهد هناك اعمال عنف، لكن سوى قضيه واحده انه دخلوا الى مبنى البرلمان، يعني اقتحموا المبنى من خلال كسر الباب الامامي فقط لمجلس النواب لمبنى البرلمان من جميع الجهات، ودخلوا في جميع مفاصل مبنى البرلمان في جميع طوابقه دخلوا، لكن هناك من يحاول السيطرة على المتظاهرين حقيقة من قبل المتظاهرين. هناك لجنة تنسيقية تحاول منع المتظاهرين من العبث والتفكير والتخريب داخل البرلمان وبقية الدوائر الأخرى في المنطقة الخضراء. الآن نشاهد المتظاهرون أصلا يجلسون في حدائق المنطقة الخضراء يتمشون، وهناك يعني آخرين داخل مبنى البرلمان ما زالوا يلتفون مصرين على البقاء، يقولون نحن بانتظار تعليمات زعيمهم السيد مقتدى الصدر، إذا قال لهم انسحبوا ينسحبون، إذا قال لهم أن يبقوا فسوف يبقون هنا داخل المنطقة الخضراء لحين تحقيق مطالبهم، أو يعني سوف يسمحون بالعودة مرة أخرى لهؤلاء السياسيين من أجل العمل مرة أخرى بالعملية السياسية وتصويت أيضا على كابينة وزارية انعقاد المجلس، أم لا يسمحون. حقيقة المشهد ضبابي، لا نعرف هناك فوضى وإرباك داخل المنطقة الخضراء، يعني ننتظر الساعات المقبلة. لم تصدر إلى الآن تعليمات أو بيان من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، لم نسمع أي تصريح من قبل أي سياسي حتى من رئيس مجلس النواب، لم نسمع أي شيء إلى الآن، فلا نعرف حقيقة ماذا يمكن أن يحصل في الساعات المقبلة. يعني هناك نتواصل وياك فراس، خلينا متواصلين وياك فراس، نسمع يعني تطورات الموضوع، نسمع ردود أفعال، نسمع ما هو جديد من خلال متابعتك ووجودك يعني قريب المنطقة الخضراء. شكرا لك فراس الدريمي مراسلنا من بغداد. دكتور، يعني قبل قليل دكتور عبد الحكيم، بالعودة إليك عبر الأقمار الصناعية من أربيل، يعني هل تؤيد فكرة بأن ما يجري الآن من مشهد
هو تحت مظلة اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. يعني هو الحديث عن اتفاق بين حيدر العبادي والسيد مقتدى الصدر اتصور ان هذا بعيد، باعتبار انه هذا احراج للسيد حيدر العبادي. كان مظاهرات السيد مقتدى الصدر اثر بدرجه كبيره حول سياساته، باعتبار كان السيد حيدر العبادي لديه تصور خاص يستطيع انه يعتمد على التظاهرات، وبالتالي فرض قائمه حكوميه على مجلس النواب والتصويت على هذه القائمه، ووجدنا انه كان لديه قائمتين، القائمه الاولى يعني تقصد بان السيد مقتدى الصدر استفاد من بعد التظاهر يعني. نعم، استفاد من الحاله السياسيه بصوره عامه، يعني انعقاد جلسه مجلس النواب وعودتها الى في السياق الطبيعي برئاسه سليم الجبوري، وكذلك استفاد من الكابينه الجزئيه التي تم التصويت عليها في 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 مجلس النواب، يعني هو مستفيد في كل الاحوال. فعلامه تصادم مره اخرى، او على الاقل هذا الاتفاق المحرج كما اسميته. لا، الاستفادة السيد مقتدى الصدر لم يستفيد حقيقة، يعني إذا تابعنا التحليلات منذ يوم الثلاثاء إلى الآن كان هذه التحليلات تتجه بانتقاد السيد مقتدى الصدر بأنه فشل في المرحلة الأولى عندما سمح للمالكي بأن يقود العملية السياسية من خلال المعتصمين، ومن ثم سمح للذين هم مع المحاصصة السياسية بالشعور بالانتصار بأنهم انتصروا في آخر المطاف وبتأييد من سيد مقتدى الصدر. وأيضا كان هناك مطالب من قبل المتظاهرين، يعني حتى شكوى للمتظاهرين ضد مقتدى الصدر بأن مقتدى الصدر قد باعهم إلى ذوي المحاصصة وأصحاب المحاصصة، بالتالي شعر بأنه خسر الشارع وبالنتيجة لم يحقق شيء، لم يحقق ما كان. وبالتالي دكتور، وبالتالي الإصلاح الاقتصادي والسياسي على ضوء هذه المخرجات التي تذكرها، بالتالي زعيم التيار الصدري بعد كل هذه الخسائر التي أسميتها ذهب إلى خيار تحريك الشارع بالطريقة التي شاهدناها اليوم؟ بالضبط، هذا ما شاهدناه، باعتبار أنه ماذا نسمي الاعتكاف عندما يعتكف السياسيين ولا يخالطهم ولا يتصل بهم ولا يتواصل معهم لمدة شهرين على الأقل؟ يعني ماذا يسمي هذا الأمر؟ هل أنه خيبة أمل من قبل السيد مقتدى الصدر لما حدث في العملية السياسية، أم إنه نوع جديد من اللعبة السياسية يحاول أن يقوم به لأهداف سياسية أخرى؟ أتصور بأنها كانت ردة فعل، وأنه خسر من خلال التكتيك والآليات التي قام بها. كان هناك تحول سريع ودراماتيكي في موقف التيار الصدري، هذا التحول سبب هذا الإرباك الموجود، سواء الإرباك لدى المتظاهرين والإرباك لدى التيار الصدري نفسه. والآن بغياب التيار الصدري نجد هناك أنه لا توجد سيناريوهات غير سيناريوهين، يعني الخيارات المطروحة هي إما حل البرلمان واللجوء إلى الانتخابات المبكرة، أو استقالة السيد حيدر العبادي وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة أيضا ستكون ضمن المحاصصة، باعتبار أنه من غير الممكن تجاوز الكتل السياسية إذا ما بقي البرلمان وبقيت الكتل السياسية وبقت هذه التوجهات السياسية الموجودة داخل قبة البرلمان. يعني المسألة هي مسألة مصالح، سوف لن تنتهي المصالح الحزبية، المصالح الفئوية سوف تستمر بصورة كبيرة ولا يمكن التغلب عليها. إذن أفضل الحلول هو حل البرلمان والدخول إلى انتخابات جديدة، لكن نعلم جيدا بأن العراق الآن في مرحلة الحرب ضد داعش. كيف سيشارك العراقيين مدينة الموصل تحت سيطرة داعش، وأيضا الأنبار لا يوجد هناك عودة للمناطق السنية، كل العراق العرب السنة أغلبيتهم دكتور. هناك سيناريو أخف والمناطق الأخرى دكتور، هناك سيناريو أخف وأهدأ ربما من سيناريو حل البرلمان وانتخابات مبكرة، يتمثل بحكومة طوارئ أو ما يسمى حكومة إنقاذ وطني، وإن كان هذا المفهوم يعني غير سياسي أو غير أكاديمي لكي يعني يحصر ويوضع في نطاقات سليمة، على اعتبار بأن يعني من سيذهب باتجاه هذا الخيار هم ساسة، وبالتالي لا يعلم ما هو شكل
يعني هذه الحكومة حكومة الطوارئ أو حكومة الإنقاذ الوطني. يعني أدخل في 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 زاوية موقف التحالف الكردستاني من ما هو حاصل الآن دكتور خسرو، ولكن أخذ مداخلة محمد العقيلي المحلل السياسي وكذلك المقرب من ائتلاف دولة القانون والقيادي فيها. دكتور محمد، في دولة القانون شلون تفسرون ما هو حاصل الآن؟ في أي سياق تخلونه؟ نعم تمام. أستاذ محمد، ألو تسمعني واضح أستاذ محمد؟ الآن جنابك على الهواء مباشرة. ألو أستاذ محمد، ألو نسمعك واضح جدا. أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد، طيب جيد. يعني بالعودة إليك يا دكتور إلى أن يتم الاتصال مع محمد العقيلي، سألتك عن موقف التحالف الكردستاني كيف يتابع هذه الأزمة وتعقيداتها. هل هناك قرار يعني تعلم جديدا، نرجع قليلا يعني خلفية تاريخية، بأن القيادة الكردستانية في أربيل عادة ما تكون مهيئة للتعامل مع مثل هكذا يعني فوضى أمنية، فوضى سياسية، فكيف يتابعونها؟ لا، اقليم كردستان يعني خلي انطي حضرتك والمشاهدين التصور العام عن موقف اقليم كردستان وموقف الكتل الكردستانية مما يجري في بغداد. الموقف الاساسي بالنسبه لاقليم كردستان هو استمرار العمليه السياسيه واستقرار الحكومه لحين الانتهاء من الحرب ضد داعش، هذا هو الموقف الاساسي في الوضع الطبيعي، باعتبار انه لا يوجد هناك اي امل لحل الاشكاليات العالقه بين الاقليم وبغداد، خاصه فيما يتعلق بالنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركه وكل هذه الاشكاليات الموجوده. يعني لا يوجد هناك تحرك والاقليم ميؤوس حقيقه من التوصل الى اتفاق، لكن على الأقل وجود حكومة من الممكن التعامل معها فيما يتعلق بالجانب الآخر وهو جانب الحرب ضد داعش، يعني هو هذا الموقف الأساسي، وهذا الموقف يتطابق تقريبا مع موقف الولايات المتحدة في هذا الصدد. لذلك نجد أن الكتل الكردستانية كانت متفرجة بالدرجة الأساس وكانت مع استمرار العملية السياسية كما جرى يوم الثلاثاء الماضي، يعني ولم يكونوا مع المعتصمين أو التغيير السياسي الشامل كما يتحدث عنه البعض. حتى كان هناك ملاحظات لدى الكتل الكردستانية فيما يتعلق بورقة الإصلاح الذي قدمه السيد حيدر العبادي، باعتبار هذه الورقة لم تكن شاملة، لم تتناول كل المسائل التي شكلت الحكومة حكومة الوحدة الوطنية على أساسها، لا توجد بها على سبيل المثال خطة واضحة للتعامل مع أقليم كردستان، خطة واضحة للتعامل مع العرب السنة وإشراكهم في العملية السياسية وإعادة بناء المناطق التي دمرت جراء الحرب. يعني هذه جزء من الإصلاحات. كان هناك مطالب لساحات الاعتصام قبل سيطرة داعش على هذه المناطق، ألم تكن هذه جزء يعني من السياسة الخاطئة للحكومة الاتحادية؟ كان التركيز فقط على مسألة الفساد، التركيز على مسألة تغيير الوزراء، التركيز فقط على تغيير الوجوه داخل مؤسسات الدولة العراقية ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وهذا ليس فعلا ما يجري على أرض الواقع في العراق. ما يجري هو فعلا عدم اكتمال بناء الهيكل الدولة العراقية بصورة عامة، وعدم اكتمال كل ما يتعلق بهذه الأمور. هذا هو موقف التحالف الكردستاني وأقليم كردستان مما يجري في بغداد، لأنه في المرحلة السابقة كان هناك مبادرات من قبل سيد رئيس الأقليم، لكن الآن نلاحظ بأنه لا يهتمون بما يجري بصورة عامة فيما وفي كل الأحوال تبقى هناك مراقبة، والهدف استقرار، تبقى هناك مراقبة من قبل القيادة الكردستانية بالتأكيد لمجريات ما هو حاصل في العاصمة بغداد. شكرا لك دكتور عبد الحكيم خسرو، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك للمشاركة في هذه التغطية المفتوحة. يعود إلينا محمد العقيلي القيادي في ائتلاف دولة القانون. سألتك أستاذ محمد قبل ما نفقد الاتصال بجنابك عن رؤية ائتلاف دولة القانون للحاصل في بغداد. ألو أستاذ محمد، تفضل عزيزي. تسمعني واضح الآن؟ الصوت واضح عندك، أنت على الهواء مباشرة أستاذ محمد. ممكن هذا السؤال؟ طيب، سألتك قبل ما نفقد الاتصال بجنابك
يعني عن رؤية ائتلاف دولة القانون لما هو حاصل من دخول المعتصمين والمتظاهرين إلى مجلس النواب ومفاصل المنطقة الخضراء. يعني هذا المتوقع يعني كان يعني رأي الأخوة النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان كانوا يناجون والأهداف التي كانت لديهم هي نفس أهداف المتظاهرين وأغلب المتطلبات الشعب العراقي يعني أستاذ محمد يعني كان من أهداف المتظاهرين هو الدخول اقتحام المنطقة الخضراء ويعني تكسير السيارات والاعتداء على يعني بعض المفاصل. لو شنو تقصد يعني اي هدف؟ ارجوك خلينا اكمل الفكره. يلا تقاطعني او يعني يكون عندك سؤال وغير النمط. لا لا دا افهم. لا لا عفوا دا افهم اريد افهم تفاصيل. يعني تعرف احنا في تغطيه مفتوحه ولازم ندقق في كل يعني كلمه ممكن ان تقال من اي ضيف محترم مثل جنابك. فلذلك هل تقصد بأن يعني المعتصمين أهدافهم مثل ما أهداف اللي صار قبل قليل في مجلس النواب؟ وانا مدى خلينا أكمل وأنت حضرتك تريد تسوق فكرة للجمهور. خلينا أكمل وفكرتي أنك تسوق للجمهور. كمل لا ما أريد أسوق شيء. أنا ما أريد أسوق شيء. أنا أسأل أستاذ محمد يعني حتى يعني لا تدخل في جدلية عقيمة. أنا أسألك سؤال وجنابك تجاوبني. تفضل كمل الفكرة. أتمنى عليك على وقت. خلينا كمل كامل الفكرة. عفوا أستاذ محمد فقدنا الاتصال. يعني حقيقة الفكرة الغريبة المطروحة بأن يعني النواب المعتصمين يعني عندهم رؤية وفكرة تنسجم مع يعني النوايا وافكار المتظاهرين. ويعني هذه يعني حقيقه فكره غريبه تطرح في سياق كلام الاستاذ محمد. لانه قبل شويه مراسلنا يقول المتظاهرين لما طبوا المنطقه الخضراء يدورون على النائب كاظم الصيادي. فسالته يدورون على كاظم الصيادي يعني حبا بالنائب كاظم لكونه احد النواب المعتصمين ومن النواب الجريئين ولديهم يعني همه في الطرح ويعني المشاكسه السياسيه. تبين بان الرؤيه مو هالشكل. يعني تبين الرؤيه بانه يردون يدورون كاظم الصيادي لانه منزعجين من النائب كاظم الصيادي. وهذه يعني مفارقه حقيقه تستحق الوقوف لا نعطي بها راي ولكن تستحق المناقشه وتستحق المجادله لان الوضع حقيقه مضطرب غايه الاضطراب. وكنا نتمنى على الاستاذ محمد العقيلي ان يتواصل معنا يعني بوضوح وبصراحة وأن يتسع صدره لجدلية الوضع. يعني الآن العراق منهار. الآن العراق يعني الآن الجميع يتحدث عن يعني المتظاهرين أنفسهم يتحدثون عن وجه آخر للحالة السياسية، يتحدثون عن وجه آخر للعراق. يعني في مثل هذه الأوقات الحرجة لابد من يعني روح الهدوء وروح الاستيعاب تسود. وفي سياق هذه الجدلية، هل جاهز معنا الأستاذ ناجح الميزان؟ الآن معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ حيدر الموسوي. أستاذ حيدر أسمع من عندك تصور عن الحالة السياسية القائمة. العراق يمر في أزمة عابرة أم فعلا وجه جديد للحالة العراقية تسوق اليوم؟ نعم شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما يبدو ان هنالك تحرك في بعض الجهات الشخصيات السياسيه العراقيه لمطالبه السيد مقتدى الصدر لسحب المتظاهرين وضمان المتظاهرين من المنطقه الحكوميه المنطقه الخضراء ومبنى البرلمان. كما تعرف هنالك مناشدة للسيد رئيس مجلس النواب وفعلا على ما يبدو ان هنالك ترقب لصدور بيان في الساعات المقبله من قبل السيد مقتدى الصدر. اعتقد ان في حال تم سحب المتظاهرين ان الرساله سوف تكون قد وصلت الى جميع القوى السياسيه والجامعات السياسيه ان ثقافه الاستئثار بمؤسسات الدولة من قبل الأحزاب وعدم السماح للجهات المستقلة والمهنية
وإعادة ترتيب بعض المسائل المهمة في العملية السياسية وبعض الفخاخ الموجودة في الدستور العراقي التي هي كانت السبب في مأساة العراق خلال طيلة تلك الأعوام، وإصلاح حقيقي وإصلاح من الداخل، ليس الإصلاح يعني تغيير شخصيات معينة أو يقتصر على التعديل الوزاري فقط. الإصلاح يمتد إلى أكبر من هذه العملية، إصلاح البنية التحتية للدولة العراقية، ان يكون هنالك اصلاح للقضاء العراقي وتقديم يعني هذه المطالب ومناقشتها تكون ضمن سياق الحاله الطبيعيه. استاذ حيدر، عفوا، يعني هذه المطالب تكون في سياق الوضع الطبيعي. احنا الان مو يعني الان نحن امام سيناريو بات الان يشبهه يعني المواطن الان تعرف تقدر تأخذ انطباعاته من خلال التواصل الاجتماعي. الناس تسولف حواسب، يعني تسولف انهيار للدولة وحالة انتقالية إلى وضع آخر. يعني أنا قلت يعني من وجهة نظر هذا الذي سوف يحدث، وفي أبعد الأحوال يعني هنالك أيضا سيناريو ثاني، أن يكون هنالك ضغط باتجاه إقالة الحكومة، حكومة السيد العبادي برمتها، من ممكن اللجوء إلى تفاهمات بين شخصيات سياسية وزعامات المشهد السياسي في العراق إلى تشكيل مجلس سياسي لأن يكون هنالك تشكيل حكومة انقاذ وطني. هذا هو السيناريو الثاني يعني في الوضع الطبيعي، على اعتبار أن هنالك إجماع شعبي لرفض تلك الحكومة، وبالتالي من الممكن ان نصار الى تقديم موعد الانتخابات يعني، وتبقى تلك الحكومه هي حكومه طوارئ او حكومه هذا هو يعني ترجح جنابك يعني ما يسمى بحكومه الانقاذ الوطني، يعني الان ربما للخروج من هذه الازمه. من وجهه نظري ان الحكومه الحاليه يعني باتت يعني حتى وان حاولت إجراء بعض الترقيعات على مستوى ما يسمى بالتعديل أو التغيير الوزاري وجلب عدد من الشخصيات بدل من الشخصيات السابقة، أعتقد أنها لم تنجح على المستوى حتى المعنوي أمام الجماهير. الجماهير بصراحة رفضوا مبدأ المحافظة الزرقاء، يعتقدون أن حتى الحكومة الحالية في عمرها المتبقي بتلك التشكيل التغيير الجذري والتشكيل لم تحقق شيء، من التلقيات كثيرة. لذلك أعتقد أن عملية أن يكون هنالك فعلا جلوس حقيقي لشخصيات سياسية عراقية وإشراك أطراف سياسية كانت ربما في سابقا معارضة أو مهمشة بشكل أو بآخر بشكل مباشر وغير مباشر، وإيجاد صيغة جديدة لرسم خارطة الدولة العراقية وتقديم موعد انتخابات قانون انتخابات جديد وبإشراف أمومي، من الممكن أن نخرج من تلك الأزمة. بدون ذلك سوف يبقى البلد في هذه الأوضاع. شكرا جزيلا لك حيدر الموسوي المحلل السياسي عبر الهاتف، عاد إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الأستاذ ناجح الميزان القيادي في المشروع العربي. دكتور ناجح، يعني تؤيد فكرة أن العراق دخل في صفحة جديدة ويشهد حالة تحول، وأن ما جرى اليوم يعني تكون له تبعات عنيفة وشديدة على الحالة السياسية في العراق؟ هي سلسلة من التحولات الجوهرية والأساسية والمنعطفات اللي دخل بها العراق منذ عام 2013 ولحد من الاعتصامات الغربية إلى بدايات الثورة في الأنبار، إلى دخول داعش على الخط، إلى إقالة المالكي، إلى تشكيل، إلى ما وصلنا إليه اليوم. اليوم لم تبقى هناك شيء يرمز إلى وجود حكومة، بدليل أنه اليوم الشعب دخل إلى البرلمان، وهذا ما كانوا يعترضون عليه آنذاك المالكي وأتباع الحكومة عام 2013 عندما ضربوا المظاهرات الغربية على كلمة قالها أحد المتظاهرين قادمون يا بغداد. ماذا سيقولون اليوم أمام أن العراقيين دخلوا إلى المنطقة الخضراء وليس بغداد؟ هذا ما حذرنا منه سابقا، وقال أكثر من رمز سني بأن البديل عن المتظاهرين هي داعش. لكن على كل
اليوم لن يعود الوضع إلى ما بعد دخول العراقيين إلى البرلمان، يعني لن يعود إلى أمس وقبل أمس، لن يعود الوضع تحت أي تغييرات وأي حلول وأي اتفاقيات وأي تشكيل حكومة. يعني ترجح دكتور الآن المطروح الآن المطروح يعني للخروج من هذه الأزمة، وينبغي أن يكون في هذه الليلة يعني استقالة حكومة، استقالة حكومة وقبلها حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، وهناك خيار آخر حكومة إنقاذ وطني خارج كل السياقات الدستورية والقانونية وخارج اتفاقات الكتل. هل واحدة من هذه السيناريوهات مطروحة لإنقاذ الوضع؟ يعني بالنسبة للحكومة الحالية هي وبرلمانها، وهي وبرلمانها اليوم ليس لها وجود، بدليل أنه الشعب مصدر السلطات كما يعلم الجميع، واليوم الشعب هو انقض على هذه السلطة الفاسدة الطغمة الفاسدة وهربت من الشعب. أن تكون حكومة مؤقتة، لكن أعتقد إذا كان التعويل على العبادي، العبادي لا يستطيع، هو ليس رجل هذه المرحلة، لا يستطيع أن يتخذ قرارا ولا يسمعه أحد. إذا ما كان هناك قيادات عسكرية بالتنسيق مع الثوار وأن يحفظون الأمن إلى أن تشكل حكومة مؤقتة على غير حكومة الأخضر الإبراهيمي، حكومة علاوي، بإمكان تدخل الأمم المتحدة، وهذا ما أشار إليه الصدر بقبوله بالأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي في الخطابات السابقة. أعتقد هناك إمكانية، لكن هذه الفوضى أعتقد لا تحل بيوم أو ليلة إذن أو أسبوع. إذن تضيف سيناريو آخر يتمثل بمطالبة العبادي بتدخل دولي كما حصل يعني في 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 بدايات العملية السياسية الحالية بعد 2003. يعني في السنوات الأخيرة وخاصة في الربيع العربي اللي حدث فيه كثير من الدول، كثير من الزعماء والرؤساء عندما خرج عليهم شعبهم طالبوا تدخل دولي، طالبوا وأعطوا تنازلات، لكن هذا معروف، التدخل الدولي لن يدخل لقمع شعب يريد تغيير هذه الحكومة والقبلها والطبقة السياسية. الكل يعرف المجتمع الدولي بأن سبب البلاء وما وصل العراق هم مجموعة من السراق، مجموعة من العملاء، مجموعة من الخونة، هم يحكمون العراق طيلة هذه الفترة. أعتقد المجتمع الدولي عندما يقف مع حكومة يؤيدها الشعب وليس العكس. اليوم الكل محرج، المجتمع الدولي، الأمريكان، الكل محرج بأن ماذا سيفعلون أمام هذا التسونامي الشعبي وخاصة في بغداد. أبقى معي دكتور. تتبعها المحافظات أعتقد. أبقى معي دكتور ناجح. الآن معنا عبر الهاتف الدكتور خالد عبد الإله المحلل السياسي. دكتور خالد، إلى أي سيناريو تميل جنابك فيما يتعلق بحل هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم جميعا مشاهدي قناة الثلوجة. مرحبا. أعتقد اليوم المشهد السياسي بات معقدا بشكل كبير جدا. لا نتحدث اليوم عن حلول ترقيعية وهمية، نتحدث عن محاولة لتصحيح مسار العملية السياسية منذ 13 عاما التي بنيت على المحافظة السياسية والحزبية. نتحدث اليوم عن استشعار المواطن العراقي الذي كان يقصده السياسي العراقي في أوقات الانتخابات ويغيب عنه فترات كبيرة جدا لحين مجيء الانتخابات. نتحدث عن واقع مرير على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل على مقتربات الدولة العراقية. لذلك أنا أتوقع هذا ما حدث اليوم هو استشعار كبير جدا، لا يختزل فقط بالتيار الصدري، وإنما حتى اليوم التيارات المدنية في بغداد كانت هي عازمة اليوم على أن يكون لها موقف حقيقي وواضح من هذه العملية السياسية، من سيطرة رؤساء كتل سياسية على المشهد السياسي، من عدم إعطاء أو محاسبة الفساد والمفسدين. كل هذه المشاهد المعقدة في المشهد السياسي العراقي أدت ما أدته اليوم من محاولات حقيقية اليوم للشارع العراقي. أعتقد ما أقدم عليه اليوم الجماهير العراقية هو استنادا وتفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي تتحدث بأن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات. عندما أغفل مجلس النواب هذا التخويل، أعتقد أن اليوم الشعب العراقي دخل إلى مجلس النواب العراقي من أجل أن ينتزع ما قدمه هو في شرعية الانتخابات، لأنهم
لم يحسنوا عملية إدارة المشهد السياسي العراقي في كل مقترباته، وبالتأكيد أدت إلى تأزيمات سياسية خانقة، وما نشهده اليوم هو خير دليل على ذلك. طيب شكرا جزيلا لك الدكتور خالد عبد الإله المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. دكتور ناجح، الآن يعني تتداول وسائل الإعلام صور لرئيس الوزراء حيدر العبادي وهو يتجول في المنطقة الخضراء، سأله الإعلام، طبعا الإعلام الرسمي، عن هذه الحالة التي حصلت، ويقول أنا من أمرت بإدخال المتظاهرين، مما يفسر طبيعة تهاون القوات الأمنية في تعاملها مع حالة اقتحام المنطقة الخضراء، كيف تعلق؟ والله هذا اعتراف بأن رجل ضعيف، هو من أول يوم هو لا يستطيع أن يفعل شيء، وأفضل له أن يقول هكذا. هو طبعا حتى الصدر في 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 كلمته قبل كم ساعة كأنه أشار إلى هذا الشيء بأن العبادي عليه ضغوطات، هو يختفي وراء الصدر، وأعتقد هو هذا يدل على شيء، يدل على ضعفه ولم يستطيع أن يتخذ أي خطوة، أما يريد أن يختفي في يستعين بهذه المظاهرات هذا شيء آخر، وأعتقد هو هذا الذي، لكن هذا لا يعفيه، لا يعفي العبادي، ولكن هذا يؤكد دكتور ناجح، هذا يؤكد بأن العبادي يعني قلب الطاولة على كل من يحاول أن يحرج في موضوعة التشكيلة الحكومية أو يهدد في حكومته. طبعا الآن ما يشاهد على قناة الفلوجة هي قبل قليل طبعا كان الصور لضرب النائب عمار طعمة. بالعودة دكتور ناجح، يعني العبادي نجح في قلب الطاولة على الرغم من وصفه أنه ضعيف، ما رأيك؟ والله أنا رأيي بالعبادي هو لا يمتلك طاولة لكي يقلبها، ولا يريد أن يقلب طاولة، ولا يريد أن يسترجع طاولة. الرجل هو يعني إذا نرجع قليلا هو أخذ تخويل الشعب وأخذ تخويل البرلمان والمرجعيات جميعا، والكل قال لو اتخذ خطوة، لا يستطيع، هذا رجل ميت، هذا ليس رجل موقف. أما بهذه الأزمة يستطيع أن ينقذ نفسه فقط عندما يؤيد الصدر ويؤيد. وبالمناسبة هو الأمر القوات الأمنية ليس بيده، قبل فترة كان يهدد ويقول المنطقة الخضراء ولن نسمح، لكن رأينا قبل تقريبا أقل من شهر كيف دخل المعتصمين إلى أبواب المنطقة الخضراء ودخلها الصدر، لم يكن بإرادته. لكن هذا الرجل عندما شاف نفسه، لما شاف نفسه بأنه لا يستطيع أن يعمل شيء، لا يجد إلا هذا القول بأنني أنا على أساس، يعني هو لو لم صدر أمر للقوات الأمنية كان ضربه الناس. لا أعتقد هذا تبجح بأفعال غيره، هو لا يستطيع أن يأمر ولا يستطيع أن ينهي ولا يستطيع أن يتخذ قرار. ما أوصل العراق في هذه السنتين هو جبن العبادي، وشخصية مهزوزة، شخصية ضعيفة، شخصية مستكينة، لا يستطيع ولا يعلم ما يفعل شيء. هو الآن لو أحد يسأل ما هي خطتك، أعتقد لا توجد أي خطة عنده، ولا يعرف كيف يتعامل مع هذه الجماهير، ولا يعرف يتعامل مع الصدر. أعتقد هو أخذ كأنه وعد من الصدر بحمايته من المتظاهرين، لا أكثر ولا أقل. طيب شكرا جزيلا. هذا ليس برجل قرار وليس برجل مواقف. يعني دكتور، ربما الساعات القادمة ستكون حبلى بالأحداث وبالمتغيرات والمواقف، وقد نشهد ما هو أعقد من ذلك من الحالة القائمة الآن. شكرا جزيلا لك دكتور ناجح، سوف نبقى متواصلين معك في سياق يعني هذا اليوم من خلال نشرة الأخبار والمتابعة الحثيثة لقناة الفلوجة لآخر تطورات المشهد السياسي والأمني. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل. مشاهدينا الكرام، نختم تغطيتنا هذه، وسنعود إليكم بالتأكيد في نشرة الأخبار الرئيسة عند الثامنة للتفصيل أكثر في سياق الأحداث التي شهدتها العاصمة بغداد هذا اليوم، وتحديدا في المنطقة الخضراء التي اقتحمت من قبل نشطاء وجماهير تابعة للتيار الصدري، دخلت إلى قاعة مجلس النواب وجرى ما جرى هناك. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.